السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا يا ثائر، تفضل. حياكم الله. حياك الله. سلام على الشيخ الهرم. هات السؤال يا حياكم ثائر. الله. فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة عندما تكلمت عن قضية الإمام الحسين عليه السلام وعسيت أن عيني قد دمعت، وأنا فرحت لذلك إن دمعت عينيك لبنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأفرحني ذلك. وتقول بأنه يعني كان خروجه نهى عنه الصحابة. طيب أنا قرأت أن خروج الإمام الحسين على يزيد فيه مفسدة وشر عظيم ونقص من الخير ومخالف لأوامر النبي، وإنه لا يبقى التفرقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قتال الفتنة. هذا ما ذكره شيخ ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 527، أي أن الحسين عليه السلام خروجه كان مفسدة، وانه لم يفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قتال الفتنه. هكذا وصف ابن تيميه الامام الحسين الذي هو سيد شباب اهل الجنه. عندما تبكي بكاء الفتنه وتدعو على عوام الشيعه بان يهلكهم الله وان يفضحهم لانهم طعنوا بكتاب الله وطعنوا بصحابه رسول الله وطعنوا بعرض رسول الله، هل ان كتبك لم تطعن بعرض النبي؟ هل ان كتبك لم تطعن بعرض ثائر الصحابه؟ يا ثائر، قلت في منهاج السنة في صفحة 527 في أي جزء؟ نعم، في أي جزء؟ في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 527. حافظ أنا الفرصة. وأنا أسأل الشيخ سؤالا آخر. لا يعني لا، انتظر حتى يعني لا نلقي شبهات متعددة. لا، خليه يكمل. يعني هو قال أمر فأنا أصلاً هو أصلا هو إنسان قليل الأدب، بمعنى أنه بدأ بتحية فاشلة شأن ما هو عليه. يا ابني، أنت مثلك في كتاب الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفار، إياك أن تظن أنني كالبسطاء يسمعون سبهم بآذانهم، لي العزة أما أنت لك الذل، لأني أنا من أهل السنة والجماعة ولأني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنت مدلس كذاب أفاك، وسأبين لك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ثالثا، اعرف قدرك حينما تخاطب أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فإن الذي لا يعرف قدر العلماء كما قال أهل العلم إنما هو من الحمقى. ثالثا، حينما تريد أن تتحدث عن أئمتنا من أهل السنة والجماعة كابن تيمية وهؤلاء، فاعلم أنك تتحدث عن شوامخ، تتحدث عن جبال راسيات، أما أنت فصفر أو كنملة بجوال جبل أشم. وسأبين للناس أنك أفاك وأنك ما قرأت شيئا وأنك والعياذ بالله جل وعلا تهرب هكذا، ولا أسمح لك بذرة تريد أن تطالني بها، فيأبى الله ذلك لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولو كنت أمامي لأعلمتك بعد العلم بهذا كيف يكون الأدب مع أهل العلم من الأعزة من الشوامخ من أهل السنة والجماعة. ولذلك أقول لك قف وسأعلمك الآن. نعم شيخي، نعقب أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلقوا الخط وتليفون مرفوض، ولك أن تقول ما شئت، فأنت أسأت إلى شيخنا في الحلقة الماضية إساءة لن نقبلها منك. والله لو كنت بين يدي لربيتك وأدبتك أدبا بحكمتي أنا. نعود إلى موضوعنا شيخ. نعود. شوف يا سيدي، وروى بقول لك السلام عليكم ورحمة، نعم علينا السلام ورحمة الله، أما أنتم فلا. المهم، روى المجلسي قال. كيف حالك دكتور أسامة؟ أهلا بك. كذلك أريد أن أحيي الكلب الأجرب الجالس بجوارك. أنت الكلب الأجرب. يا عيني يا ابن اللعين، أنا المسلم، أنا الطاهر، وأنت النجس ابن النجس من ظهر نجس، واعلم قدرك يا حثالة. ولو كنت عندك لأتيت بك وببلدك جميعا ممن يساندونك وجعلتهم تحت هذا الحذاء الطاهر. أيها النجس، لنا العزة عليكم الذلة إلى أن تقوم الساعة. الكلب الأجرب هو من وصف نفسه بذلك. الكلب الأجرب هو الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عضو منه. الكلب الأجرب والذي يتهم أمهات المؤمنين. الكلب الأجرب هو الذي أتى بأمريكا إلى العراق وجاء على ظهور الدبابات. الكلب الأجرب هو الكافر بالله جل وعلا بالقرآن. واعلم أن نعل الموحد السني على رأسكم جميعا، وإن أبى من أبى. يعني احسب ان هذا، يعني انا اعتذر لك شيخي، هذه رعاع، نريد ان ننقذهم. نعم، لانهم رعاع. هذه اخلاق الروافض. نعم، يعني حينما نقول
الروافض لا خلاق لهم، لا دين لهم، نعم، لا أخلاق عندهم. على فكرة فإننا لا نكذب، هذا الكلب الأجرب لما يقول لك أنا اسمي أحمد، كذاب أفك أثيم، وليس اسمه أحمد، هم أجهل الناس، نعم، أجبن الناس، أنا ولا يجرؤ. أنا أعلم اسمه جيدا، وكان يغير صوته وعرفته منذ، على فكرة يعني حينما يغير صوته، مع احترامي، اعلم أنه والعياذ بالله ليس برجل على الإطلاق، لأنه جبان. حينما يدعي كذا اعلم انه يستعمل التقية، لانه والعياذ بالله شيطان. خلاصة المسألة يا ابني، لا يضر السحاب نبح الكلاب. ثانيا يا استاذ سام، اين الثرى من الثري؟ والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للشيعة المجرمين. لكن شيخ، يعني انا اريد ان اقول شيئا، لقد سبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أساءوا إلى أمهات المؤمنين الطاهرات، فلا تحزن، أنا ما حزنت، فلعلك تدخل في عداد هؤلاء الطاهرين الذين يسبون. على فكرة أنا والله أسمع المشاهدين ليك لردي، عشان أزرع العزة في أهلي من أهل السنة، وأعلمهم أن العزة لنا وأن الذل على من كفر بمعتقده. يعني أنا أعتقد أنه إذا كان لديهم حجة أو كان لديهم برهان، كان من باب أولى أن يتصل ويقول عندي كذا، ويقول آه نعم، قال العلماء كذا، نعم عندكم مسألة أريد أن أسأل فيها، أريد أن أتبين، أريد أن أتعلم. ولكن هذا الكلب على وجه التحديد، نعم، يعني أنا الآن متيقن أنه لا سبيل، بس الكلب في وفاء، أما هذا لا وفاء، يعني أنا أعتذر للكلب، يعني هذا الكلب تحديدا، الكلب الأجرب الذي، نعم، تحدث الآن، الذي يشبه إمامهم، الذي وصف نفسه بذلك، أي نعم، أحسب أنه لا سبيل لهدايته. فيعني ماذا نفعل في من طبع الله على قلبه وأصمه الله وأعماه، فلا سبيل إلى هدايته. أي نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. أنا تسمح لي شيخي ومقدم البرنامج، أنا أتمنى أن يكون في 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 قناة صفا المباركة برامج هادية نوعا ما مع أخواننا الشيعة، حتى يعني أنا أعتذر، يعني أعتذر لك، أعتذر لك الآن وألوم عليك أن تقول إخواننا، نعم، يعني أي إخوان أولئك الذين يتصلون بهذا الأسلوب؟ أي إخوان أولئك الذين يسيئون إلى رموزنا؟ إلى يعني أنا أقول أخي لمن كان أخا لي في العقيدة، ولو كان هذا الذي سب ابنا لأبي وأمي لتبرأت منه الآن، فهو ليس لي بأخ، هو ليس لي بأخ، وليس على معتقدي، هو كافر 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 بديني. يعني هذا الرجل الذي تحدث، أنا سألته ذات مرة وقلت له، هذا الذي تحدث الآن سألته أنا على الهواء ذات مرة، اسمعني، وقلت له في معتقدك أنت أي، وسأسوق لك هذا الفاصل بإذن الله تعالى، أيهما أفضل، كربلاء أم الكعبة؟ أنا ما أفضل. قال أنا كربلاء. فإذا إذا كان هذا معتقده، فأنا لا أريده أخا لي إلا أن يريد أن يهديه الله. تمام. تفضل يا أخي، أنت أخي تفضل. طبعا احنا نشكر قناة صفا و نشكر. لك سؤالا سريعا ثائر، أنت نعم. معي إن شاء الله، وأنا أيضا عندي لك نعم نعم، وصلت إليك أسئلة أو إجابة فضيلة الشيخ، فبين نعم. الشيخ أنه ليس المقصود أن الشام أفضل من مكة أو المدينة، أما أنت فأسألك هل كربلاء أفضل أم الكعبة؟ نعم، هل كربلاء أفضل أم الكعبة؟ الشرف الذي أتى للكعبة المقدسة من أين؟ يعني دعنا نجيب إجابة مباشرة بلا لف ولا دوران، كربلاء أم الكعبة؟ فإذا قلت كربلاء سألتك لما، وإذا قلت الكعبة أقول لك ماذا تقول فيما قاله الحلي، تفاخرت ففخرت كعبة البيت الحرام على بقعة كربلاء، فأوحى الله إليها أن اسكتي كعبة البيت الحرام ولا تفتخري، هكذا، أو ما قاله نعم نعم. أو ما قاله المجلسي في بحار الأنوار، اسكتي كعبة البيت الحرام ولا تفتخري على كربلاء، فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى منها من الشجرة، والله ما علمنا هذا في كتاب الله. تفضل. اعتقادي الكامل أن مدينة كربلاء المقدسة هي أفضل
من الكعبة لورود هذه الرواية عن الإمام المعصوم الذي أمرنا بطاعته. طيب إذن انتظر، هذا ورد عن الإمام المعصوم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن بس أنا أريد أثبت كلامك، يعني أستوثق من كلامك، هل قلته في عقلك التام الرشيد هل كربلاء أفضل من الكعبة؟ هل أنت الآن في كامل قواك العقلية وأنت تقول إن كربلاء أفضل من الكعبة، أم أنك متعب مريض شارب ما؟ هل أنت الآن يعني مش لا يقول لا انت كذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله وبياك. اسأل الله. شيخنا عندنا سؤال. تفضل. نعم شيخنا الكريم، في مسألة المرأة وما تكلمت عنها من انه يجب احترامها ويجب تقديرها. نعم. ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بان ابو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الافك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان اقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها. قطع الله لسانك، قطع الله لسانك، ودمر بنانك، وأحرق جسدك، وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعن في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعن في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات؟ أتطعن في التي حمل صورتها جبريل يريها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها؟ أتطعن في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة؟ أتطعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تدخل الشباب كذا، أي للفاحشة عندها؟ أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي، لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. المهم عود بإذن الله جل وعلا على الإجابة على أسئلة الأخت الكريمة الطاهرة التي سألتني عن الطلاق في الجاهلية. قلت إن الجاهليين كانوا والعياذ بالله جل وعلا يتعاملون مع العبادات في العقائد في الأحكام بالتلون والاحتيال، فكان رجل منهم يعلق الأمر حتى يجعلها قاعدة لا هي تحته ولا هي مطلقة حتى تتزوج الآخر، وهذا من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها عائشة.